هنروح لاخبارنا هنبتدي بمنتخب مصر للكره الطائره مواليد كره اليد انا اسف مواليد 2004 بقياده كابتن وائل عبد العاطي نجم مصر السابق يمكن ده من الجيل الذهبي ونجم نادي الزمالك هو المدير الفني واللي بيقود منتخب 2014 منتخب 2004 منتخب 2004 في كاس العالم في المجر اللي بيتلعب دلوقتي عامل الحمد لله مباريات جيده جدا يمكن طلع من مجموعته بالعلامه الكامله لعب دور ال 16 في مباريات يعني مباراتين مباراه مع البرازيل ومباراه مع اسبانيا فاز في البرازيل وخسر من اسبانيا يعني هيلعب مباراته في دور الثمانيه ان شاء الله باذن الله مع جزر الفارو في دور الثمانيه منتظر ان شاء الله الفوز باذن الله عشان نطلع لدور قبل النهائي يعني يمكن احنا ابطال العالم في هذا السن. طيب زي ما قلت لحضراتكم احنا لعبنا في مجموعتنا خدنا العلامه الكامله طلعنا بعد كده تاهلنا ولعبنا في مجموعتنا كان معانا مين كان معانا اليابان والتشيك وايسلندا وفزنا على الثلاثه بعد كده طلعنا على البرازيل وضمننا التاهل لدور الثمانيه لعبنا اسبانيا خسرنا فرق اهداف مش كتير بعد كده ان شاء الله دور الثمانيه هتلاعب بكره المباراه الساعه 2 الظهر باذن الله يفوز منتخبنا ويتاهل قبل النهائي وليه لا نحلم معاهم يفوز ببطوله العالم واحنا حامل لقب هذه البطوله في البطوله اللي فاتت من سنتين طيب مين لاعبتنا من النادي الاهلي اللي بيمثلوا مصر دلوقتي محمد صلاح صانع الالعاب بلال ابراهيم وينج ليفت وايضا معاذ عزب لاعب الدايره دول الثلاث لعيبه مواليد 2004 اللي اللي بيمثلوا مصر النهارده من النادي الاهلي طبعا منتخبنا كان اتاهل لبطوله العالم دي بعد فاز على بطوله افريقيا على منتخب رواندا في النهائي وسط جمهوره طبعا وعلى ملعبه في صالة كيجالي وكان قبل النهائي على ما اتذكر كان مع الجزائر وفاز هذا المنتخب بشكل جيد جدا وبيضم مجموعه من اللاعبين الصاعدين والواعدين نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله